أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبادرة حماية الشباب من الفكر المتطرف والسعي نحو إشراكهم بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع عليهم. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ومن خلال اللقاء المفتوح في جمعية الصحفيين الكويتية، أكد على أن الوزارة أعدت برنامج عمل لحماية الشباب. اليوم وزارة الأوقاف ليس محصور في تقديم فقط جانب يتعلق في المساجد وخدمة المساجد التي نتشرف أن نقوم بهذه الخدمة، لكن يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق في كيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو في التطرف، وأن نكون الجهة التي تساعد بشتى أنواع الاختصاصات في كيفية وزارة الأوقاف أن تساعد في نشر الوسطية. 48 مبادرة لنبذ الفكر المتطرف خصص جزء منها لتوجيه الشباب. أغلب المبادرات وجهناها إلى الشباب، من أصل 48 مبادرة 30 مبادرة كلها موجهة للشباب، وهذه حقيقة لإيماننا بأن هذه قضية حقيقة مرتكز أساسي في التأثير والتوجيه. هذه المشروعات والبرامج بدون إعلام، بدون وسائل إعلامية، بدون وسائل تقنية، لا يمكن أن نوصلها اليوم في عالم أصبحت أداة التواصل بين الناس هي الأدوات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. برنامج عمل وزارة الأوقاف للمرحلة المقبلة يشمل أيضا رصد قضايا التطرف ونشر الفكر الوسطي وزيارة الشباب والتواصل معهم بشكل مستمر. سعي دؤوب لإعداد برامج عمل ومبادرات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومركز الوسطية لمحاربة الفكر المتطرف وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة. أحمد المسعودي لقناة المجلس.